التغيير ولا التعتير. دعوة للمرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية واللي حابين يعرفوا عن حالهم وعن برنامجهم الانتخابي لكل الناخبين بالاغتراب. إذاعة صوت الفرح من أستراليا تعطيكم هالفرصة تتعرفوا عن حالكم أكثر. صوت المغترب بيساهم بصناعة القرار. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 00-61-415-49-49-49. برنامج التغيير ولا التعتير. إعداد وتقديم نادين شعار. إخراج عبد الباب. صباح الفرح مع نادين لايف انترفيو. من جديد بحييكم مستمعينا. صباح الخير لكم، وما زلنا متابعين البث المباشر مباشرة على الهواء، وأحاديثنا طبعا عن الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة اللي صارت قريبة كتير بلبنان، وأيضا عم نتحدث اليوم خلال البرنامج أيضا عن الانتخابات الأسترالية، يعني عجقة انتخابات إذا بدكم. موعدنا هلأ صارت الساعة 10، ومثل موعدكم رح يكون عن كيفية الاقتراع بأستراليا، عن المراكز اللي رح يتم فيها الاقتراع، ومناخد دايما حديث الصحيح، ومناخد دايما كل ما هو واجب انه نعرفه ونعرفه بشكل صحيح تماما من اهل الاختصاص. معنا مباشرة على الخط الاعلامي والشاعر ومدير الوكالة الوطنية للاعلام سيد مخايل النشيط الدائم، انا فيني سميه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور للمستمعين والمستمعين. أهلا وسهلا فيك أستاذ سيد، ويعطيكم ألف عافية. بعرف قديش الكل مشغول ومعجوق هالفترة. أي طبعا طبعا، يعني الحقيقة يعني الأمور تجي هالفترة كل 4 سنين، يعني فمعليش عاد حلوة عاد حلوة إن شاء الله. على كل حال يعني أنت متفائلي جدا أنه انتخابات خلص حاصلة إن شاء الله تصير. أنا بضل بقول يعني لآخر فكة إن شاء الله أنه كل شيء الأمور ضل ماشي بلبنان، خصوصا بطريق يعني انه تؤدي للانتخابات بدون اي مشاكل ان شاء الله. صراحه بالنسبه للتفاؤل الكبير اللي عندي، ما فيني اقول لك 100%، ولو صارت بالاغتراب احتمال يصير في تاجيل لا سمح الله بلبنان اخر تاكيد مثل ما تفضلت وقلت. نتمنى انه هذا الشيء ما يحصل، ونتمنى انه مش بس يصير في انتخابات، نحن بدنا ما بعد الانتخابات. يعني اليوم الكل بانتظار 15 ايار، ولكن المفروض نحن نبلش نفكر انه ماذا سيحصل بعد الانتخابات، ماذا بعد ينتظر الشعب اللبناني بعد 15 ايار. ما يعني الحقيقة اذا عم تسأليني السؤال، نعم انا شخصيا غير متوقع كثير يعني لتغيير كبير. نعم. و يعني دائما متحفز بهذه المواضيع، بس بعتقد يعني اذا قدرنا حصلنا او حصلت الشعب اللي حصل الشعب اللبناني على نسبة 10% من التغيير بيكون جيد يعني. أما أنه الطموح لتغيير شامل إن شاء الله، أنا دائما أقول إن شاء الله، بس هذا بظل الأوضاع اللبنانية الحالية، بظل ما يعني بعد المراكز وهي ذاتها ما تغيرت، أنه من الصعب جدا أنه نحصل على تغيير شامل. شو هو اللي بيغير برأيك؟ يعني من أين يبدأ التغيير؟ يبدأ التغيير من نفوس الشعب اللبناني، من داخل الشعب اللبناني. الشعب اللبناني بده يقتنع انه هيدي المراحل يعني الاستقلال لهلا، كل هالبناء اللي انعمل للجمهوريه اللبنانيه كان بناء ما ادى الى ما ادى اليه اليوم الشعب اللبناني. بده يقتنع الشعب اللبناني بكامل طوائفه بكامل احزابه انه اللي اشتغلوا عليه لبناء الدوله، ما انبنى دولة القانون ودولة مؤسسات. للأسف مرقت فترة بالستينات حكي عن دولة القانون والمؤسسات، ولكن ما تطورت هالدولة. وبالتالي إذا ما قدرنا عملنا دولة مدنية، دولة القانون هو فوق الجميع وفوق الكبار قبل، فمعناتها ما رح يعني التغيير. شو تغيير؟ نشيل وجوه نيابية موجودة اليوم ونجيب وجوه تاني، أو نشيل زعامة ونرجع نعمل زعامات جديدة؟ هذا ما له تغيير. عرفت كيف؟ التغيير هو بكل ذهنية الشعب اللبناني، انه يقتنع انه الفوضى وانه القفز فوق القانون ما ادى الى فشل الدولة اللبنانية والى
تأثير الشعب اللبناني. نعم. للأسف. هل التغيير يأتي من الداخل أستاذ سيد؟ يعني كلنا بنعرف التدخلات الخارجية بلبنان منذ سنوات ويمكن عهود لغاية اليوم، هل ممكن أن اللبنانيين هن يكونوا أصحاب اختيار وأصحاب الخيار يوما ما؟ ليش ما بيكونوا، يعني شو ناقصهم مسمار للبنانيين وين ما كان أهل اختصاص وأهل علم وأهل معرفة وأهل إبداع وأهل مصاري وموجودين بكل العالم، فلا ما بده يكون عندهم يعني مؤهلات انه انقاذ بلدهم، مؤهلات عدم الاستماع للخارج، ومؤهلات انه يتحاوروا بين بعضهم ويقدروا يعملوا نظام، صيغه نظام جديد يكون فيها القانون هو السائد، لانه هيدا اللي نحن عايشين اليوم بلبنان. هذا منه بلد، يعني هذا شريعه غاب وماشي، واكثر يمكن حتى بالغاب في تنظيم للشريعه. ما في عنا شيء، ما بقى عنا شيء يعني موجود بلبنان فيك تقولي عنه يعني ببشر بالخير ان نبني عليه. عرفت كيف؟ نعم. تغيير شامل بطريقه العقليه اللبناني، انه القفز فوق الاوانين، التزلم للزعامات، ما راح ينفع ولا راح يؤدي لمحل. فيني اقول انه اللي بينقص اللبنانيين او بعض اللبنانيين من انهم يغيروا وطنهم هو الوفاء، وفائهم للبنان وعدم الانجرار خلف وعود خارجية ويسلموا الوطن لأيادي ما بتستاهل انه تستلمها وما لازم تستلمها اصلا. قلنا 47 سنة بالوعود الخارجية، بس هيدا يعني تاريخ الحرب اللبنانية لهلا 47 سنة غير قبله، بس خلينا ناخذ تاريخ الحرب اللبنانية 75 لهلا 47 سنة من الوعود. نعم. ساعة اوروبية، ساعة غربية، ساعة عربية، ساعة شرقية. صحيح. ساعة ما ادت الى نتيجة. ما استعملها الخارج لمصالحه، وما زال الخارج عم يستعمل الشعب اللبناني او قسم منه او اقسام منه، هيدا لهون وهيدا لهون. انا بتاسف انه الشعب اللبناني بعده يعني بيقبل انه يمشي ورا زعيم ياخذه ما بعرف لوين، او ورا شخصيه او ورا قياده معينه. يا اخي خلينا كلنا نرجع لبنانيين، خلينا كلنا فعلا نلعب الديمقراطية، واللي بيحكم يحكم. يعني أنا هذا اللي بشوف التغيير الحقيقي. نعم. أما التغيير اللي عم يحكى عنه اليوم اللي بكل موضوعية، التغيير عم يحكى أنه تبديل وجوه بوجوه فقط لغير، وأنا ماني أنه هذا يجب إبدال الجمهورية الحالية بجمهورية جديدة. هذا التغيير جمهورية جديدة اللي ما بيكون فيها طائفية، الجمهورية جديدة ما على شكل استراليا جمهورية مدنية تعطي الطوائف كل حقوقهم بالعبادة بالكنيسة وبالجامعة والمكان، بس القانون يبقى فوق الجميع، يكون في قانون بيحمي الكل وقانون تعطى للكل. يعني اليوم بفهم من حديثك، يعني هذا يمكن حديث بعض اللبنانيين يقولوا خطير جدا، انه هل الاعلامي سيد مخيل ممكن تطلب تغيير بالدستور او منهجية الدستور؟ يطلب تغيير الدستور؟ عم تطلب يعني يتغير اساسا الدستور؟ ما بينص انه يكون في شريحه معينه او طائفيه هي يلي تمسك بعض المراكز السياسيه بلبنان. في شيء اسمه نادين الصيغه والميثاق، مزبوط. ما في شيء بالدستور والرئيس الجمهوري ماروني او رئيس حكومي سني ورئيس المجلس الشعبي، بس في شيء عملوه ميثاق او الصيغه اللي قسمت هذا الوقت. للأسف هذه الصيغة وهذا المساق فشلوا. صارت الدولة موزعة حصص طائفية، بدل ما يكون نسعى إلى بناء. يعني أنا كتير بحترم الطوائف وبحترم أنه كل واحد يكون بموقعه، ما عندي مشكلة مين بيكون بهذا الموقع، ما عم بحكي عن مواقع وعم دافع عن مواقع. الفشل طال كل التركيب اللبنانية، كل الميثاق والصيغة، لكن انهارت، ما ألا يعني تحولت إلى حصص للطوائف. صحيح. واقتطاع للبلد وقفز فوق الأوانين، يعني نتخبى بالطائف لنقفز فوق الأوانين وفوق الدستور وفوق الأمور هذه. مشان هيك أكيد لازم تغيير. أما التغيير اللي بتقولي لي بدأ وقت وبدك تغير من داخل المؤسسات، أكيد مش عم ندعي لانقلاب. عش كيف عم ندعي؟ أنه أنا برأيي بدهم يعملوا مش حوار، بدهم يعملوا إذا بدك اجتماع كل القوى اللبنانية ويتفقوا جديا على أي أساس بدهم يبنوا هذا البلد. البلد بحاجة إلى إعادة بناء على أسس واضحة، عماده الأساسي هو القانون. مع فصل الدين عن الدولة؟
طبعا طبعا ما خربنا الا هذا الموضوع يعني. وانا ما عندي شخصيه شخصيا عم بحكي ميجي اللي بيجي. المهم هلا بيقول لك المسيح ولا رئيس الجمهورية ضماني للمسيحيين انه وين عمل الضماني او قياده الجيش او للسني انه السن. انا برايي المراكز ما بتعمل ضمانات للطوائف. الوطن العادل الديمقراطية الصحيحة والإنسان لما بياخذ حقه وبيصلوا حقه هو هذا الضمانة. ما حدا يحكينا بضمانات للطوائف، مراكز تضمن ضمانات للطوائف، هيدي ما ضمنت شيء الحقيقة. صحيح، مثل ما تفضلت حضرتك وقلت الموضوع كتير صحيح، لأنه اليوم يتحدثون عن حقوق المسيحيين الضيعة بلبنان، وبعض الفئة المسلمة كمان تتحدث عن أنه حقوق الضيعة. هاي المرحلة مش عايزة، كنت بعدك شوي أصغر. نعم. إنه كمان يحكوا عن الإشحاف بحق الطوائف الإسلامية وخصوصاً السنة. طيب إجا الطائف عدل هذا الميزان وأعطى السنة وأعطى الشيعة شو اسمه سلطات أكثر وما زبط الوضع. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم يعني. فمعناته هذا كل برجع بالك الصيغة اللبنانية وهذا المسائل ما يسمى ميثاق العيش المشترك. فش بدك دولة الإنسان إنه يكون فيها عيش بحياة. أستراليا شبه ما عايشين كولونيا نادين. صحيح. أنا 280 220 بنيو ساوث ويلز. نعم. ودين وطائفة ولغة ومدري شو ما حدا بس كلهم تحت سلطة واحدة اللي هي سلطة القانون اللي هي فوق حتى رئيس الحكومة الأسترالية فوق كل العالم. نعم عايشين بتناغم وديمقراطية. نعم. ما حدا بيجيك هذا سني ما بحق له او هذا مسيحي بحق له اكثر او هذا شيعي بيتميز. ما حدا عنده مميزات طائفيه، عنده مميزات قديش هو بينجح وقديش هو بيخضع للقانون بس يفوز في القانون. ما عنده مميزات. نعم. اليوم نحن امام استحقاق نيابي جديد للبنان، وكثرة الترشيحات، كثرة اللوائح والمعركة الانتخابية يبدو حامية جدا إن حدثت بين هلالين. الاقتراع رح يكون بأستراليا للبنانيين المغتربين. اليوم رح نتحدث عن سيدني تحديدا، ولاية نيو ساوث ويلز اللي نحن موجودين فيها. في بعض الأشخاص طبعا سجلوا مش عارفين المراكز، كيفية الانتخاب أو الاقتراع، كيف بدهم يترشحوا، كيف بدهم يتوجهوا. يا ريت تعطينا لمحة شاملة عن هذا الموضوع أستاذ سيد. لحظة أنا حاول ألا في عجقة عندك. أقرب لك المواضيع. تفضل. إذن هناك يعني لائحة وصلتنا من القنصلية ومن وزارة الداخلية بتحديد أقلام الاقتراع للبنانيين غير المقيمين. أقلام الاقتراع موزعة على الشكل التالي. نعم. بكنيسة سيد لبنان بهاريش باك، بمركز المعهد الشرعي بلاكيمبا، المطرانيت الروم الكاثوليك بجرينيكا، مركز الإمام الصدر ببانكسيا. نعم. مدرسة مرمرون بدلوتشل ومركز الرابطة الجرزية بجيلفيد ومدرسة الأماني بشيستر هيل ومدرسة مرمولة بفنشبور. نعم. هذه بالنسبة للمراكز، وطبعا رح يكون في أقلام كتير، يمكن مثلا بجيلفيد رح يكون في عنا أكثر من غرفة، بدون يعرف الواحد على أي غرفة بده يتجه. هلأ في لينك وصلنا من القنصلية. نعم. انا تكون يعني حشري بهذا الموضوع، يعني اتاكد انه هذا اللينك شغال مش انه لينك حكي بحكي. نعم. فتت على اللينك وحطيت اسمي ومعلوماتي، انا ماني مسجل باستراليا، فاعطاني انه انا بنتخب بضيعتي الفلانيه بالمركز الفلاني بالقلم الفلاني. نعم. فمعناتها انه اللينك شغال وكل انسان بيقدر يحط معلوماته شو اسمه بيقدر يفوت يعرف حاله باي مركز وبيتوجه على المركز بده هوية أو بده باسبور صالح يعني مجدد. نعم. بعد 2003 وبينتخب يعني. بعد الأمور رح تكون سهلة رغم أنه كل البجي اللي أصيرت حول هذا الموضوع. نعم. في أشخاص جربوا يفوتوا على هيدا اللينك، أنا عم جرب أدخل عليه هلأ لغير المقيمين بأستراليا، يعني طلب معلومات منهم مثلا مثل رقم الهوية، وأيضا طلب رقم القيد، يعني مفروض يحطوا رقم القيد ورقم الهوية أو واحد منهم. واحد منهم بعد يمشي للرقم التسلسلي أو يعني في 4-5 شهر من كتير دار يعني المعلومات، حتى إذا بتروح على تعبي هون يعني لما بدك تنتخبي عبر البريد في استراليا المعلومات بدك اياها اكثر من المعلومات حقيقه اللي طالبينها صحيح. بدك الاسم وبدك
يعني المعلومات الشخصية والرقم التسلسلي ذاتي الأوراق الهوية وبيمشي الحال. نعم على الناخب بين هيدي أو هيدي نعم على الناخب أنه يتوجه إذن يوم الانتخابات 8 أيار للمركز اللي بيكون هو يعني اسمه وضع على اللائحة. أول شيء عنده كثير وقت أنه يقدر يفوت على هذا اللينك. اثنين كثير عالم عم يقدروا يساعدون الأحزاب أو المؤسسات، إذا ما قدر يفوت على هذا اللينك يعطي معلوماته لحزب أو لمؤسسة وبيساعدوه بيحددوا وين بده يروح يفترق. نعم بين بعدين ما في عذر انه يقولوا لك بعيد وما بعيد، ابعد مركزين هني بمركز الامام الصدر وسيدة لبنان بعريش البلد، هودي ابعد مركزين عن بعضهم حوالي 35 لل 40 دقيقة. يعني مش ممكن الواحد ينتخب بغير مطرح ما جاي اسمه يعني؟ لا محددين محددين. نعم. شو رح يصير نهار الانتخابات برأيك؟ هل هناك اعلام لبناني متواجد باستراليا او بعد؟ انه بسام ابو زيد يعني هو مسؤول بالاخبار بالال بي سي انه هون وراح اعطيك خبر يعني هذا ما حدا عنده انه في 7 أو 8 عناصر راح يوصلوا على سيدني او وصلوا مثل هذيك المره لمواكبه ليكون كل مركز اقتراع في عنصر يمثل الدوله اللبنانيه. وصلوا من لبنان او من مختلف الدول؟ بعتقد وصلوا انه وصلوا من لبنان مش منهم جايين من غير دول. لا من لبنان اكيد يعني مثل ما صار السنة 2018 نعم 2018 يعني يودوا العدد اللازم للمراكز الاقتراع يلي هي ذاتها بعد مثل 2018 صار في شوية مشاكل صغيرة على موضوع البوست كود يعني بعد الكل هلأ بعد ما نحط اللينك صار سهلت الامور صار كل واحد يقدر يعرف وين بده يروح ينتخب واللي بده ينتخب بينتخب بالنتيجه. بالنسبه للوائح يعني فيما يخص كل لبنان واذا حبينا نتحدث عن الشمال يلي اليوم شمال مهمشه نوعا ما عن بيروت فيها ظلم كبير وفيها فقر كثير اللوائح كثيره تقريبا حوالي 11 لائحه رئيسيه يعني طبعا ممكن في لائحة أقوى من لائحة أخرى ولكن برأيك من الأقوى اليوم على الساحة الشمالية أو الطرابلسية؟ طرابلس عم تحكي طرابلس فيه 11 لائحة بس طرابلس 11 لائحة نعم نعم يعني أنا ما نشايف مين أقوى أو مين الأقوى لأنه كلهم يعني القوة توزعت يعني مراكز القوة توزعت إذا بتشوف في خريطة اللوائح أنه موزعة في لائحة الدكتور علوش لائحة اللواء أشرف ريفي في لائحة مدعومة بعتقد من الرئيس نجيب ميقاتي وفي لائحة فيصل كرامي وفي لائحة الدكتور إيهاب مطر من أستراليا وفي لائحة عمر حرفوش وفي بعض اللوائح الثانية اللي أقل يعني حضورا على الساحة. أنا ما بشوف فيها مشكلة إنه تتعدد اللوائح وكل يعني إذا بيكون في وجوه جديدة وبتوصل وبيكون لها يعني دور بالبرلمان الجاي بيكون كثير منيح ما لنا مشكله يعني ما في اي مشكله انه يكون في وجوه جديده او تعدد لوائح وخلي هالقوى تفرز يعني ينعطى اكثر خيار للناخب بطرابلس اللي هي اكثر منطقه مهمشه يكون عنده خيار وان شاء الله يقدروا يختاروا الاشخاص اللي هن بيعتبروا حالهم فعلا بيمثلون بعد خيبات الامل بالانتخابات السابقه والسابقه يلي عاشوها. نعم يعني ما برأيك هناك لائحة أكثر يعني بانتظار حظوظ كبيرة بالفوز؟ ما بعتقد حدا رح يقدر يكسح الساحة الطرابلسية بعتقد رح تتوزع شو اسمه المقاعد على عدد يعني ما رح حدا يقدر ياخذ انه يحسم مثل ما كانت تصير بالأول على أيام الرئيس الحرير وتيار المستقبل ما حدا عنده هذه القوة للحسم او تنبؤ بالنتائج من هلا مشان هيك كل يعني اللوائح انه عندها امل وانا بتمنى يعني كون ايهاب مطر ابن الجاليه من استراليا انه بتمنى له انه يوصل على البرلمان لانه شاب مثقف شاب ادمي متعلم بتمنى انه كمان يكون عنده حظ مثل هالشباب اللي ممكن يوصلوا. ما انك ضد فكره انه مغترب يترشح للانتخابات بلبنان؟ لا ليش بالعكس لانه اذا بيحمل تجربته وبيكون يعني عنده نوع من الديمقراطيه ونوع من الانفتاح والمعرفه وال يعني وتطوير وافكاره تطورت من
من حيث هذا مش بس استراليا، يعني إذا تأثر بالبلد اللي هو عايش فيه وأخذ نموذج جديد للتعاطي مع الناس وللتعاطي مع النيابة المركز النيابي يكون كتير منيح، بالعكس ليش لا؟ كتير حلو. هل سيد مخايل مدير الوكالة الوطنية للإعلام بأستراليا راح تشارك نهار الانتخاب بتغطية الحدث؟ إيه طبعا نحن نغطي، يعني نحن منغطي قد ما بدنا مثل هذيك المرة غطيناها بشكل، يعني كل شوي كنا نودي الأخبار اللي توصلنا بطريقة مدروس، يعني مش إنه أخبار هيك بس إنه نعبي خبرها. نعم، يعني راح يكون يوم طويل للبنانيين في أستراليا، طبعا بكل الولايات مش بس بسيدني، إنما نتحدث عن ولاية نيو ساوث ويلز يلي نحن منعيش فيها. بتمنى التوفيق لكل اللوايح، أو بتمنى التوفيق للمرشحين اللي ناويين يشتغلوا صح لمصلحة وطننا، لحتى يكون في عنا فرصة كمغتربين نرجع وننعم ونستمتع ببقتنا بلبنان. صحيح، واهم شيء نادين انه يجوا ينتخبوا، لانه نحن عندنا مثل ما فهمت حوالي 18,000 نيو ساوث ويلز. نعم، فانا بتمنى انه بالقليل يشارك حوالي 8,000 او 9,000، يعني تقريبا نص او اقل نص يشارك ويجوا. انا بتمنى كل يلي تسجلوا ينتخبوا يا ريت. هذا صعب، من المستحيل، لانه في اصوات، يعني في ناس ما قدروا امنوا لهوية ولا باسبور لينتخبوا، هودي يعني حذفوا من الانتخابات تلقائيا. وفي ناس يعني بدهم يتحججوا انه بعيد وبالبوست كود. انا برايي اللي بده ينتخب في ينتخب ولازم يروح ينتخب. اللي تسجل لشو سجل او عذبت الناس وتسجل اذا ما بدك تنتخب؟ يروح يعبر عن رايه، وطالما هو مقتنع انه ممكن يصير نوع من التغيير من الخارج. إن شاء الله بنتمنى الحظ الحلو لوطننا لبنان، ويعطيكم ألف عافية. من هلا بدي أقول لك أستاذ سيد، بعرف رح يكون نهار طويل لنا كلياتنا، بنتمنى ما يصير في مشاكل. ماذا عن الصناديق اللي وصلت مكسرة؟ هلا خطر ببالي هاي السؤال قبل ما نختم لقائنا. نعم، شو صار؟ كيف هاي رح يستبدلوا؟ أكيد بيستبدلوا كله، هاي الإشياء التقنية بتتزبط، منا أزمة مقصودة أو كيف؟ شو القصة؟ لا، ما دائما نحط الامور على طول في نظريه المؤامره. لا، ما لانه صرنا صار في تخوف، صار في عنا تشاؤم اذا بدك، وعدم ثقه. ما حدا قادر، يعني ما في مؤسسه ولا شخصي ولا وزير ولا نائب ولا جهه تتحمل يعني خربطه معلنه بهذا الشكل لهون ولا لهون. ان شاء الله ان شاء الله الامور تروح لمطرح كتير حلو. خلينا شوي على الاقل يكون في عنا شويه تفاؤل وبصيص امل ونور بانه بكره اللي جاي احلى. استاذ سيد مخايل مدير الوكاله الوطنيه للاعلام والاعلامي والشاعر، اهلا وسهلا فيك عبر منبر اذاعه صوت الفرح من سيدني استراليا لكل العالم. كلمتك الاخيره. شكرا للاذاعه، وشكرا ان شاء الله يعني تضلي بهالهمه، والله يعطيك العافيه. شكرا، الله يخليك ويعطيكم كمان الف عافيه. شكرا لوقتك، يسعد لي صباحك. باي باي.